سيد أكرم. مرحبا، أنا المدام زيزي. يا أهلين. بعتوني من وكالة الأزياء مشان الدعايه اللي رح تعملوها. أنا جهزت حالي للتصوير مشان ما نضيع وقت كتير ونصور دغري. شو وينون؟ ماني شايفة فريق التصوير والمخرج. نحن منعتذر مدام، لأنه لغينا الإعلان وما بدنا نصور. لغيتوا الإعلان؟ أوكي، بس المفروض حدا يتصل فيني ويخبرني إنه أنتوا لغيتوا الإعلان. شو قلة هالذوق هاي؟ مدام زيزي، طالما أجيتي عنا إعلان لمجموعة غرف نوم. غرف نوم؟ رح نعطيك بروشور فيه المواصفات، وبس يجوا الزباين بتحكي لهم عن مزايا هالمفروشات. بصراحة أنا بالعادة ما بشتغل غير بالتصوير والعروض، بس لأنه إجيت ومشي الحال خلص. أوكي، أنا رح وافق كرمالك، بس أكيد ما رح تغيروا المبلغ. مزبوط ما هيك؟ أكيد. إيه شو أعمل؟ شو وقف حد السرير مثلا؟ هلا بشرح لك الموضوع، كتير سهل وبسيط. بتقعدي على السرير هيك، وفيكي كمان تتسطحي، وإذا أجل عندك شي زبون رح تفهميه قديش هالتخت مريح بالنومة. بس تيابي ما خرج. ولا يهمك، هاي حلة عندي. لك شوف هالشقفة، يخرب بيتها شو هاد. شو التخت مريح؟ ايه مريح، كتير مريح استاذ. واهم ميزة بالتخت انه منيح للناس اللي بيجعون ظهرهم. هالتخت بيخليك تنام وانت مرتاح، لانه بياخد شكل الجسم وبيريحه. لمين؟ ما فهمت عليك. قصدي شكل جسم مين اللي بياخده؟ جسمك انت؟ طيب والفرشة مريحة؟ ايه مريحة، وما رح تلاقي فرشة احسن منها بنوب. طيب شو رأيك تنطي عليها كم مرة مشان اتأكد، واذا بدك بنط معك انا. خلاص ولا وامشي من هون، الا عم بعيونك شو قليل الحياة. طلع من هون احسن لك ولا. طولي بالك. لك طولي بالك. شو بكي؟ شو حكيت معك انا؟ شو حكيت؟ العم هيك بتتخانقي مع الزبون وبتضربيه بالشحاطة؟ ايه كتير قل الادب معي بالحكي. قال شو لازم نطع التخت كم مرة، وحكى معي حكي طالع ونازل. لعم شو وقع؟ كان لازم تفهميه بطريقة ألطف. ألطف؟ لأنه حبيبتي ما لازم يطلع الزبون زعلان من عنا. اصحك تعيديها.